أنا كده وفيت بوعدي، والبنات باعوا لك نصيبهم في المحل. وأنا عندي كلمتي أعرف. البضاعة اللي تعوزها شاور عليها وأنا هوصلها لك لحد مخازنك. مخازني؟ هي فين مخازني دي يا صالح؟ هتفتح من تاني وهترجع عرفة الضمنهوري بتاع زمان لو سمعت كلامي. طب ازاي بس؟ أنا مش عايز الحكاية تقف عند المحل ده وبس. قصدك إيه؟ خلي بناتك يعملوا لك توكيل عام بنصيبهم في ورث الأصل. وبعدين؟ تبيع لي ونصيب البنات أنت أولى بيه، وبالفلوس دي ترجع تجارة عرفة الضمنهور. ازاي تعملي كده يا منار من غير ما ترجعي لي؟ امال لو ما كنتش محذرك ومفهمك. انت كنت عايزني اعمل ايه بعد اللي قاله لي ده؟ تصبري شويه وتفكري كويس قبل ما تقلعي الدبله ونخسر كلنا. تخسروا كلكم ازاي يا بنتي؟ حاتم وابوه كانوا هيوقفوا في ظهرنا قصاد فاطمه، كده بقى ظهرنا مكشوف. ظهرنا مكشوف ازاي يعني يا بابا؟ هو مش المفروض انك انت واقف في ظهرنا وانت اللي هترجع حقنا من فاطمه؟ يا حبيبتي انا هقف في ظهركم لاخر يوم في عمري، بس انا ماليش اني اقف قصاد فاطمه. يعني ايه؟ هو انت مش ابونا؟ الفلوس دي ورثكم عن جدكم، يعني انا ماليش فيها. طيب يعني ايه الحل دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد. هو ايه؟ تعملوا لي توكيل بالتصرف في ورثكم، كده اقدر اقف قصاد فاطمه. طب انا هاخد راي ابراهيم في الموضوع ده. ابراهيم ماله ومال حاجه زي دي؟ ها قلت ايه يا منار؟ ده شيك بنص المبلغ، وبكره لما نسجل في الشهر العقاري هتاخد النص التاني. مبروك عليك نصيب أمينة ومنار في تركة الأصل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.